بالنسبه للوجبات الصحيه اللي خصنا نتناولوها، فلازم نعرفوا اول حاجه كيفيه تقسيم هذه الوجبات. دونك فتناول ثلاث وجبات اللي هي السحور والعشاء والفطور فهو شيء غير اجباري، يعني العادات عامه تختلف من شخص الى اخر. فبالاساس هنايا هو اتباع نظام غذائي يعني يكون صحي متوازن وسليم لتوفير الحاجيات للجسم كامله اللي تحتاجها، بحيث نتفاداو عسر الهضم السخمان باغ اكزومبل او تشنجات المعده. فوجبه الفطور هي اول وجبه بعد انقطاع الاكل لمده، فلازم بيان سور نتناولو شي حاجه اللي ترفع لنا من نسبه السكر في الدم بشكل سريع. فوجبه الفطور عندها هدف، هذا هو الهدف بيان سور الاول. الهدف الثاني اللي هو توفير حاجيات الجسم بحيث بيان سور نبتعدو على الاكثار او الاسراف او الافراط في الطعام. فلازم نبداو بغذاء تحتوي على مكون واحد اساسي الا وهو السكر البسيط، وخير مثال على ذلك فهو التمر. فالتمر هو سهل التهضم وبيان سور هو دغيا يرفع لنا نسبه السكر في الدم. فوجبه الفطور فلازم تكون كما يلي: اول حاجه بيان سور نفطرو بيان سور نفرقو الصوم بالتمر زائد الماء. بيان سور نمشيو موراها نصليو، فهي مدة كافية لإفراز الأنسولين لمدة 10 دقائق 15 دقيقة اللي ننتظروها. من بعد بيان سور ندوزو لشي مشروب اللي هو ساخن كشربة الخضار مثلا، فهي غنية بالألياف الغذائية الأملاح المعدنية والفيتامينات. من بعد نمرو لتناول البروتينات بيان سور باش تعطينا الطاقة وتبنينا وتي الجسم. حاجة أخرى عاوتاني نمشيو لتناول النشويات، فهنا نبغي نشير لواحد النقطة. فالحريرة المغربية كمثال، فالحريرة المغربية فهي تحتوي على خمس أنواع من النشويات كالعدس، الأرز، الدقيق الأبيض مثلا أو المايزونا، أيضا الشعرية وأيضا العدس أو الحمص. فهاد المكونات كاملين فهما أنواع من أنواع النشويات. فلازم إذا تناولنا الحريرة نتفاداو نتناولو الحرشان السمان وغيره من الخبز أو غيره، لأنها فقط تسبب لنا الخمول وداك الإحساس بالسخمة. فهذا كمثال. حاجة أخرى عاوتاني كمثال الشباكية، فالشباكية مثلا فخصنا نعرفو منش تكون أساسا، فهي تكون من الدقيق الأبيض من الزيت ومن السكر الأبيض. فإذا بغينا نتناولوها فخصنا نتبعو واحد القاعدة نتاع نتناولوها مرة واحدة كل يومين أو كل ثلاث أيام على حسب الشهية نتاعنا، ونتفاداو نتناولوها في الأول نتاع الوجبة ونخليوها حتى الأخر. لماذا؟ لأن الشباكية اللي تناولناها في الأول نتاع الوجبة تتعيق لنا عملية الهضم وتسبب لنا واحد الصعوبة في عملية الهضم. بالنسبة لوجبة العشاء فهي خصها تكون من وراء صلاة ديال العشاء، و بيان سور تكون تتكون لنا من دي زاليمون كي سون هيبوكوليستيروليميون او لا اغذية اللي تنسميوها بخافضة الكوليسترول. كسبيل المثال لي سالاد، يعني تكون سلطات نتاع الخضر النيئة على سبيل المثال، او فواكه مثلا فهي غنية بالالياف الغذائية ومفيدة ايضا للجسم. فيقدر يكتفيو بهذا القدر هذا في العشاء لوقت يكون كوجبة خفيفة فقط. من بعد اهم وجبه اللي لازم نركزوا عليها مزيان فهي وجبه السحور. لماذا؟ لان وجبه السحور هي تتمكننا يعني شغل نبقاو شادين الطاقه لمده اطول خلال فتره الصيام اليوم الموالي. دونك هادشي من ناحيه وجبه السحور. وخصنا هنا نحترموا في وجبه السحور ثلاثه نتاع القواعد. القاعده الاولى ما تناولوش بزاف نتاع الدهون المشبعه كمثال اللحوم المصنعة أو المقليات وغيرها، لأن فقط ثلث الدليل تسبب لنا العطش. هذه أول حاجة. ثاني حاجة نتفاداو تناول الفواكه، لأن الفواكه تحتوي على سكريات وبالتالي فهي تسبب لنا من بعد شهور بالعطش. ثاني قاعدة فهي شرب الماء، فشرب الماء في فترة السحور فهو مهم جدا، ولكن ما خصناش نكثرو من شرب الماء، لان عامه الكيلي فهو تيدير لنا لافيتراسيون او التصفيه نتاع نصف لتر من الماء فقط في
ساعة واحدة. لذلك خصنا نتبعو تقريبا نورا الفطور، نورا الفطور واحد القاعدة تاع شرب كأس من الماء كل نصف ساعة، وبهذا تنكونو بيان سور وفرنا الحاجيات نتاعنا من الماء. كثالث قاعدة بالنسبة لوجبة السحور فهي تناول البوتاسيوم، أي الأغنية الغنية بالبوتاسيوم، الأغنية الغنية بالبوتاسيوم، كمثال التمر، كمثال المشماش المجفاف، كمثال البان، كمثال البنان. فهذه الأغذية تعيق لينا أن تي بو بيان سور داك الشعور بالعطش لو لوندومان، يعني النهار اللي كنصومو فيه أول حاجة. وحاجة أخرى عاوتاني كتعطينا طاقة ممتازة خلال فترة الصيام، وبهذا يمكن لينا بيان سور تناول فترة كيتو وجبة السحور فقط كاس نتاع اللبن سميراط أو شريحة، أو كاس نتاع الحليب خالي الدسم مثلا مع سميراط أو شريحة، ولا فقط قطعة من الخبز الكامل بيان سور مع شي شوية ديال زيت الزيتون. فهذا الشيء تيمكننا بيان سور من عدم الشعور بالعطش كيف قلنا خلال فترة الصيام، وبيان سور ما نحسوش بالتخمة والتعب جوست أبخي فترة جوست أبخي الأكل فترة السحور. هذه قاعدة. الحاجة الثانية، فبالنسبة للناس اللي تتناولوا فترة السحور ولا وجبة السحور فيتو وتتناولوها مع 11 ديال الليل أو 12 ساعة الليل، فتنحسبوها سحور وعشاء، فهذا غلط. لماذا؟ حيت ديك الوقت نتاع 11 أو 12 ساعة الليل فالدورة الدموية تكون قلات لنا، وبالتالي فالجسم تركز لنا ليس فقط على الهضم أو عملية الهضم ولكن على الجسم كله. يعني هادشي باش نحسو براسنا من بعد بأننا عيانين، بأننا تعبانين إلى غير ذلك. فخصنا نتفاداو، ولكن لازم علينا نتناولو وجبة السحور في الوقت المناسب ليها. من هذا المنبر كنتمنى لكم رمضان مبارك كريم، وإذا تبعنا بيان سور نصائح جيدة وسليمة فما نخافوش بيان سور لا من زيادة في الوزن، لا من مشاكل العصر الهضم، لا من صداع وإلى غير ذلك. فرمضان مبارك وشهية طيبة.